فرقة أخرى نجحت في الفترة الماضية وظهر اسمها مرة أخرى أو عادت للساحة الأفريقية، هي فرقة مازيمبي. فرقة مازيمبي دايما اسم تقيل في القارة الأفريقية، واسم دايما بنتكلم عليه إن هو فرقة قوية. فرقة مازيمبي مع لامين نضاييه شكلها اتغير، ومع مويس كاتومبي، مش عاوز أقول لامين نضاييه بس، لا عاوز أقول كمان مويس كاتومبي كرئيس للنادي، نجح إن هو يعمل صفقات، نجح إن هو يدعم الفريق، عاد مرة أخرى للاهتمام بكرة القدم من خلال فريقه تيبي مازيمبي. وكان معانا لقاء معاه الحلقة اللي فاتت، كان بيتكلم إن في مشاكل بالنسبة له هناك، مفيش دعم لفريق مازيمبي، هو بس اللي بيدعم الفريق وبيصرف على الفريق. الراجل ده أول ما عاد مرة أخرى من المشاكل اللي كانت عنده واهتم بفريق مازيمبي، بدأ فرقة مازيمبي تعود على الساحة، وبدأ يجيب صفقات جديدة فيها أسماء دولية، أسماء كبيرة، خلت فرقة مازيمبي تكون فرقة مرعبة وفرقة شكلها قوي. عاوز أتكلم برضو عن لامين نضاييه المدرب اللي أمامنا على الشاشة ده، لامين نضاييه اللي بيتكلم مع مويس كاتومبي رئيس النادي. لامين نضاييه ده مدرب كبير جدا. لامين نضاييه ده كان في 2010 مع مازيمبي، نجح معاهم نجاحات كبيرة جدا، وكان معاهم في نهائي كأس العالم للأندية أمام الإنتر، ترك الفريق واشتغل في أكتر من مكان، واشتغل كمان في فرقة حورية كوناكري، وكان عامل شكل للفريق أنا بعتبره يعني بيتسو التاني، زي الناس كده في القارة الأفريقية معرفة بيتسو من خلال سان داونز، وبعد كده اسمه كبر مع النادي الأهلي. لامين نضاييه واحد من المدربين اللي أصحاب فكر وعندهم خبرات، وبدأ يوصل فكره ده للعيبة مازيمبي. وفرقة مازيمبي دايما النجوم اللي بيكونوا فيها بيكون نجوم كتير جدا وبياخدوا مرتبات كبيرة جدا، فبيحتاجوا مدرب قوي شخصيته قوية. باتريس كارتيرون كانت شخصيته قوية على فكرة، وعشان كده كان قريب مع اللعيبة هناك في مازيمبي ونجح معاهم. لامين نضاييه في الوقت الحالي هو الآخر ناجح نجاحات كبيرة جدا مع فرقة مازيمبي. والأمامنا على الشاشة ده ماهيو كازيمبي، ده بقى المساعد الخاص بلامين نضاييه اللي دايما بنشوفه أحيانا مدير فني لفرقة مازيمبي. في كده مراحل بتيجي إن في مدرب بيمشي، باتريس كارتيرون مشى، جابوا ماهيو مدرب مؤقت، برضه جابوا مدرب تاني أجنبي، ماهيو بقى المساعد بتاعه. حتى الآن ماهيو لم يترك فريق مازيمبي، وعلى فكرة كان برضه متواجد في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة كمساعد مدرب لسبستيان دي صبر المدرب الفرنسي. فرقة أخرى من الفرق اللي تأهلت هو فريق الترجي، أو بقى فريق عربي آخر مع النادي الأهلي، الترجي التونسي. الترجي التونسي يعني شكله مختلف مع ميجيل كوردوزو. ميجيل كوردوزو رجع بعد يعني او يعني تولى الاداره الفنيه للترجي بعد رحيل طارق ثابت، غير شكل الفريق، بدات بصماته التكتيكيه تظهر على فرقه الترجي. ولكن في مشكله صغيره بقى في فرقه الترجي، معز بن شريفيه مش عاجبه ان هو مش الحارس الاساسي، هو دلوقتي ممكن يكون الحارس الثالث كمان ومش هو الحارس الاول لفريق الترجي. كمان ينساسي بقى تألقه زاد مع ميجيل كوردوزو، وماشيين الصراحة بشكل جيد جدا. كمان بقى في يعني نهاية البطولة التونسية بتكون كده في دورة مجمعة بين الفرق الكبار، يعتبر الترجي هو الفريق الأوفر حظا الموسم الحالي لتحقيق البطولة دي، وكل الناس بتتكلم ان الترجي عنده إمكانيات كبيرة ان هو يحقق البطولة المحلية في تونس.